بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وشراكم أحبائي حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. قبل ما نبدأ الوصفة نتمنى لأول مرة ليزور قناتي أو يدخل لقناتي يشترك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. وصفة اليوم كما تلاحظوا خفيفة وظريفة وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. حالت لك وصح تدير العشاء، ارواحي معايا نديروا احلى وجبه ان شاء الله تعجبكم وتعجب اطفالكم. ما نطولش عليكم حبيباتي، نخليكم مع المقادير. نبداو بالمقادير. عندنا كعبه حبه بصل متوسطه الحجم، ننقصوها بهذا الشكل حبيباتي، رقيقه خلاص. ملعقة تاع هريسة عربي اللي ما يحب يستغنى عليها يدير نص مغرف تاع طماطم مصبرة. التوابل كما تشوفوا الفلفل العكري والكركم والفلفل الكحل وقليل من التبل الكروية أو راس الحانوت، والملح باش ما ننساوشو وجدته فقط باش ندير به الدجاج، والفرماج غابي كما يقول جبن المبشور، ونصف ملعقة نصف تاع حبة تاع طماطم طبيعية، وشوية تاع المعدنوس اللي نحب ندخله ديما في الوصفات يعطي لذة وخاصة، قليل من الزيتون كعود غير موجود ليس داعي كثيرا، شوية بطاطا المقلية نديروها بهذا الشكل دي غونديل 4 قيس 4 حبات، و ربع من الدجاج صدر تاع الدجاج يتقص رقيق خلاص حبيباتي كما تشوفوا. نبداو اول حاجه واش نديرو، نحطو الدجاج تاعنا صدر الدجاج. اول حاجه نجيبو الملح تاعنا قدر نصف ملعقه صغيره فقط، نجيبو التوابل تاعنا نفوحو الصدر تاعنا مليح، نزيدو نجيبو الملعقة تاع الهريسة تاعنا كما قلت لكم مليح. بعد ما تبلناها نحطوها، نروحو دركا نبداو في طريقة التحضير حبيباتي. نجيبو المقلة تاعنا نحطو فيها البصل، نديرو فيه شوية تاع الملح، لازم نقليوه مليح مليح، هاو حبيباتي ما نخليوش يتحرق، نبقاو في الخلط الجاي تاع البصل. نجيبو الدجاج تاعنا نحطوه حتى هو مع البصل، ما نزيدو والو حتى الزيت لا والو، نخليوه يطيب مليح مليح مع البصل. هاو حبيباتي يجي التحميرة الجيدة للبنة تاع التوابل مع البصل. نجيبو الحبة نصف الحبة تاع الطماطم تاعنا المصبرة، مش مصبرة طبيعية عفوا، ونحطوها مع الصوص الجيد طبعا. هاي لاصوص تاعنا حبيباتي نخليوها على نقصولها في النار، ونخليوها يطيب مليح الصدر تاعنا على نار خفيفة. في هذا الوقت احنا نروحو نديرو لبيشاميل تاعنا، نجيبو ملعقة تاع زبدة، نحطو ملعقة كبيرة تاع الزبدة تاعنا في الكسرونة كيما تشوفو، راح نديرو لبيشاميل نخليوها تذوب مليح. نديرو زوز ملاعق من الدقيق اللين، ملعقتين كبيرتين، نحركو جيدا، منساوش نديرو شوية تاع الملح، قليل من الملح، نخليو الفرينة تاعنا تطيب شوية مع الزبدة باش تجينا طعمتها مليحة. بعد الشاميل تاعنا
هكذا. الحليب تاعنا نجيبو نصف لتر من الحليب نسخنوه مليح، كما قلت لكم نحب نحمص مليح الفارينة تاعنا مع الزبدة. نجيبو الحليب تاعنا نبداو نصبو فيه بالعقل، كما قلت لكم لازم يكون سخون الحليب تاعنا، ونبداو نحركو باش تتحللنا مليح ما تجيش مكعبره لا بيشاميل تاعنا. هاي لا بيشاميل تاعنا حبيباتي قريب توجد. نجيبو قطعه من الجبن الابيض او زوج حبات كما تفضلوا تاع انواع تاع الجبن، تحطوهم في وسط هذا الدوب، نحركو جيدا، نطفيو عليها، ونجيبو قليل من الجبن، نجيبو الجبن المبشور نزيدو نحطو في لابيشاميل تاعنا باش تجي بنينة. ذقنا الملح تاعها رائعة. دوكا نروحو نحضرو صحن الفرن حبيباتي. نبداو نحطو البطاطا تاعنا، نغطيو جميع الفراغات، نديرو طبقة مليحة تاع بطاطا هكذا. نجيبو الوحده تاعنا الصلصه تاع الدجاج تاعنا، هاي طابت. واش نديرو فيها حبيباتي؟ نجيبو المعدنوس تاعنا والزيتون، نزيدو نحطو فيها. صدقوني انها خلطه بنينه بزاف، ان شاء الله تعجبكم تعجب ولادكم. وكما قلت لكم وصفه تاع عشاء صحيه وفي نفس الوقت سريعه وبنينه. نحطوا الصلصه تاعنا، نبداو نحطوا فيها البطاطا هكذا. ها غطينا، ها غطيناها كامله. نزيدو نجيبو حبات البطاطا، نزيدو نغطيو بهم الصلصه تاعنا او صدر الدجاج مع التوابل. نجيبو لابيشاميل بعد ما درنا البطاطا تاعنا غطينا الواحد، نجيبو لابيشاميل نزيدو نغطيو بها جميع البطاطا تاعنا. كما قلت لكم صلصه رائعه لابيشاميل تاعنا، هايلة حبيبي. هاي بعد ما درنا لابيشاميل تاعنا مع قطع من الجبن اختياري، نزيدو نديرو شويه تاع جبن مبشور وندخلوها على درجه 180 درجه بعد ما سخنا الفرن تاعنا طبعا ب 10 دقائق، مش حتدينا وقت بزاف. ونلتقيو. هاي وصفه اليوم امامكم حبيباتي بعد ما خرجتها من الفرن، ما ديتش وقت كما قلت لكم بزاف، شعلت عليها، حبيت نحمر لابيشاميل تجي رائعه كي تتحمر. دوك نقسم لكم طلب باش نعدلكم كيفاش جات حبيباتي. نقسموها كما قلت لكم على حسب عدد افراد الاسره طبعا. نزلكم طرف باش تشوفوا، كما قلت لكم حبيباتي شوفوا رائعه بطبقتين. ان شاء الله وصفه اليوم تعجبكم وجربوها، ما تنساوش تخليوا لي كومونتير ومع وصفات اخرى ان شاء الله في الايام القادمه، انتظرونا. في امان الله وحفظه، مع السلامه.